السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أقدم لكم هذه النصيحة الصباحية أو الخاطرة الصباحية من أربيل. أخوتي طبعا احنا نعتذر عن هذا الانقطاع، وأشكر كل الأخوة اللي بعثوا مسجات وترجوني أن أبقى معهم في تدريب أولادهم وأعطائهم النصائح في التدريب. حقيقة في الوقت اللي كنت أتألم من بعض التعليقات الغريبة اللي تزور من البعض، بنفس الوقت أنا اطمأنيت لأنك عدد كلش كبير وأكثر من كل اللي يعني لبالي كان أنه مستفيد جدا من هذه الخواطر ومن هذه المحاضرات اللي سويناها في مساعدة أهالي أطفال التوحد والمصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه والمصابين أيضا بصعوبات التعلم. الحقيقة يعني كثير من التعليقات البسيطة اللي صارت المزعجة هي في الغالب ليست لها علاقة بسوء النية، إنما هناك البعض يعني من الإخوة اللي ربما مستوى الثقافة عندهم بسيط أو بدون قصد أو بسبب آلامهم أنه يعلقون تعليقات غير لائقة، فطبعا يصير انزعاج من عندي بسبب هذا التوجه العشوائي في الطلبات وأيضا في التعليقات. يعني حرصي على أن أكون قريب منكم وعلى أن أعطيكم المعلومات ودائما أجددها وأذكركم هو نابع من حرصي على أنه تنتشر هذه الثقافة في بيوتنا، في بيوتنا العربية والعراقية بصورة خاصة أيضا، وهذه الثقافة نافعة في أولا إخراج الأطفال المصابين بطيف التوحد من الاضطراب، وأيضا ثانيا نافعة في أيضا تحسين قدرة الآباء في تربية أولادهم والتعامل مع الصعوبات اللي يواجهوها أثناء إدارة ملفات شائكة وصعبة مع أطفال لديهم مشاكل منوعة. أكيد أنه أني يعني أخذت نظر اعتبار كل رجائكم بأن أبقى على الخط، وإن شاء الله راح أبقى أيضا أحاول أعطيكم أكيد مو نفس الكم السابق، ولكن سأبقى أكيد ملاصق لكم وأحاول أن أساعدكم. وكل ما طبعا أقول مع نفسي أنه أقلل الخواطر، ويجوني ناس وأشوف أطفال متأخرين بالتدريب يعني أتألم كثيرا كثيرا، فأرجع أقول لازم أبقى وأذكر وأنبه وأوعي، لأنه المصاب جلل، ولأن الأطفال اللي أشوفهم أمامي هم أهم من كل شيء. يعني يصيبني من كلام إنما هؤلاء الأطفال يعني هم الضحية الأولى في أي تقصير يصير في هذا الباب، لذلك أنا تراجعت عن هذا الأمر وسأبقى إن شاء الله معكم قدر ما أستطيع وأعطيكم النصائح والمستجدات في تدريب أطفال التوحد وأيضا المصابين بفرط الحركة وتشتت الانتباه بصورة يعني إن شاء الله دورية. الموضوع اللي اليوم أنا أردت أفهمكم إياه، نشرت أمس بوستات مهمة تأكد على أن التدريب نافع جدا في تحسين وإخراج طفل التوحد من الاضطراب اللي هو بي. المشكلة المهمة أن الكثير من الأخوة علقوا بأنهم تركوا أولادهم في معاهد لفترات طويلة ولم يجدوا فارق من هذا التدريب. النقطة هذه الخاطرة هي عنوانها الحقيقي أنه لماذا يتأخر ابني بالتدريب. خليكم صريحين، السبب الرئيسي في عدم تطور أطفال اللي يدخلون في معاهد سببين رئيسيين. الأول هو المنهج الحقيقي والجدية في التدريب، ف
فالمعاهد اللي ما عندها منهج واضح وما عندها فقه في نقص وصعوبات طفل التوحد، صعب عليها تستهدف النواقص والمشاكل اللي تكون عند طفل التوحد، وبالتالي ربما يبقى الطفل أشهر أو سنين دون تطور واضح في سلوكياته. السبب الثاني اللي أخر طفل التوحد بالخروج من التوحد رغم وجود تدريب هو عدم وجود أو مراجعة طبيب خبير يقيم الأسباب ويحاول أنه يعني يعالجها. فإذا السببين مهمين يأخرن الطفل في الخروج من التوحد على الرغم من وجود التدريب. الأول أن منهج التدريب اللي عند المعهد يكون منهج مو علمي ومو أصولي، أو يكون المشرفين عليه مو جادين وما آخذين في الأسباب، ومن ضمنها كثرة الأطفال اللي تم تدريبهم وقلة المدربات وعدم وجود منهج واضح في التدريب، وخلط كثير من الأطفال اللي مصابين بعوق أو بمتلازمة داون أو بمشاكل أخرى نمائية مع أطفال التوحد، وخلط أعمار كبيرة وإصابات شديدة مع إصابات خفيفة. فعدم وجود منهجية واضحة في المعاهد هي السبب الأول في عدم تحسن أطفال التوحد في التدريب حتى وإن بقوا سنوات. النقطة الثانية أنه أنا لو كان عندي طفل في معهد والمعهد متأكد منه عنده منهج أصولي وهناك جدية في التدريب وعدد جيد من المدربات، وأن الأشخاص اللي يتم التعامل معهم من جنس واحد من أعمار متقاربة، ورغم هذا طفل لا يتقدم بالتدريب، بهذه الحالة يجب إعادة تقييم الطفل ومعرفة سبب تأخر الطفل بأنه يتدرب بصورة أصولية. بهذه الطريقة لدينا عدة أساليب لمعرفة أسباب تعويق تطور الطفل على الرغم من وجود منهج جاد وأم واعية وبرنامج أصولي وفترة زمنية جيدة لكن الطفل لا يتطور. علينا أولا معرفة هل أن مع التوحد يوجد عوائق ذهني، ووجود العوائق الذهني يمكن للطبيب أن يعرفه من خلال نقطتين رئيسية. الأول هو معرفة وتقييم درجة الذكاء عند الطفل من خلال تقييم السلوكيات التكيفية وقدراته في الذكاء العام، والثانية هي من خلال معرفة بعض السمات في تخطيط الدماغ. وطبعا هناك أمور أخرى ممكن أن يسويها الطبيب أو يطلبها من أجل معرفة وجود عوق ذهني مصاحب للتوحد من عدمه. فإذا وجد العوق الذهني مع سمات التوحد فإن سياسة التدريب ستكون بصورة مختلفة عن تدريب طفل التوحد. سيتم توجيه الجهد باتجاه تحسين قدرات التواصل فقط، لأن الطفل المصاب بالعوق الذهني في الغالب ليست لديه سلوكيات محددة وسلوكيات تكرارية، إنما المطلوب منه تسهيل عملية تعليمه وزيادة تكرار تعليمه وزيادة قدرات تواصله وانتباهه، بالإضافة إلى زيادة نفع الأدوية عندما يكون هناك عوق ذهني، فستكون الأدوية نافعة بصورة أكبر من نفعها في التوحد. هذا التوجه يقيم الطبيب المشرف على ملف الطفل. النقطة الثانية المهمة اللي ممكن أن يجدها الطبيب من خلال معرفة سبب تأخر تدريب الطفل على الرغم من وجود منهج أصولي ونظامي هو وجود شحنات كهربائية عالية أو ربما نوبات صرع خافية. في هذه الحالة سيقوم الطبيب بتجربة أحد الأدوية اللي تساعد الطفل على تقليل تلك الكهرباء أو على تقليل نوبات الصرع الخفي اللي احتمال تكون موجودة ومعوقة قدرات التدريب. أمور كثيرة ممكن إزالتها من خلال الرعاية الطبية الحقيقية ومن خلال إشراف طبيب لديه خبرة بالتوحد وخبرة بالأمراض النمائية، واستهداف تلك النقوصات بصورة يعني متزامنة مع بعض، وأيضا
هناك احتمالية استخدام بعض الأدوية الداعمة باتجاه تحسين قدرات الجهاز العصبي المركزي من أجل زيادة تركيزه وزيادة قدراته وتحسين قدراته بالنسبة للتعلم. الموضوع إذن يجب أن ننتبه. أنا كل ما أقرأ التعليقات والوقت قصير عندي أسمع أنه التعليقات تقول أنه والله ابني دربته 4 سنين و3 سنين و5 سنين وما فاد. أول شيء التدريب لازم يكون بصورة يعني طويلة. المعدل المنطقي لتدريبات طفل التوحد هو فترة جيدة لا تقل عن 40 ساعة بالأسبوع، يعني 5 ساعات يوميا لمدة 5 أيام متتالية، ثم تحويل أيضا أوقات اليوم اللي يعيشها الطفل مع أبويه أو مع إخوانه إلى أيضا فرص تدريبية داعمة لتقصير فرص زمن التدريب. الزمن التدريب المفروض يبين نتائجه بعدة أشهر. أي طفل يتأخر عن بضعة أشهر ولا يحدث أي تغيير رغم وجود برنامج ووجود تدريب يجب عليه أن يتوقف ويعيد تقييم ابنه. هذا ما يعني خطر في بالي وشفت أنه المفروض أعطيكم إياه في هذا الصباح. شكرا لكم ونراكم بخير، في أمان الله.